تعال نقول بسم الله ونبدأ مع الكونكت بلس 3 جريد 3 يونت 9 وليسن 6 اند 7. تعال نشوف الفوكابولري وتعالى نقول بسم الله. هستنى شوية كده وهتقعد تقرأ قبلية وتقرأ بعدية. أنا بس على أول كلمة First aid cat. First aid cat. أنا بستنى شوية عشان أنت بتعلم ورايا وبتقرأ كتير. First aid cat. Bandage. 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 Syringe. Syringe. كلمة سرنج دي تقريبا احنا عملناها بالعربي. جاية من كلمة سرنجة. لو ما عدت الساكت يا مؤمن هنزل اجيب سرنجة. يبقى ايه؟ سرنج. ممكن تروح للصيدلي تقول له عايز سرنج بدل سرنجة. Face mask. Face mask. مش ماسك. Crutches, 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 crunchy, crutches, crunchy. قريبة من كلمة crunchy. Crutches, crutches. بتاكلي crutches ولا crunchy? Crutches. طيب. Wheel, chair. طبعا كلمة chair انت حافظها. حط عليها wheel. Wheel, chair. Wheel, chair. طب هدي بقى. Blood, pressure, monitor. Blood, pressure, monitor. Blood, pressure, monitor. الناس اللي فاتحه بقها وانا بقرا الكلمات دي انت متنح لي كده. Stethoscope. Stethoscope. سمعت على حاجه اسمها التلسكوب؟ اهو ده ابن عمته على طول. Stethoscope. 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 استيتيسكوب. اشوفك انت هتعمل ايه في اللحظات دي. ركز معايا في البيج اللي بعديها. تعال نعمل الاختبار ده على رؤى. يلا يا دكتوره رؤى سليمه امرك لله. هنعمل ايه بقى في المستر ده؟ هسالك سؤال كده وقولي لي في الموقف ده هتعملي ايه. تمام. لو كلب جري وراكي في الشارع هتعملي ايه؟ هجري وراه. ونقعد احنا الاثنين نجري ورا بعض. لا مش بهزر بهزر. تعال ناخد اول اختبار. يلا بينا. If you ride your bike to school. لو انت سايقه العجله بتاعتك للمدرسه اللي بقى لازم تعمليه اول اختبار. You mustn't take a bag. ما تاخديش شنطه معاكي وانت راكبه العجله دي. ولا You must wear a helmet. لازم تلبسي خوذه في دماغك. ولا You mustn't be late. ولا يجب ان انت ما تكونيش متاخره. ايه اللي تعمليه في الثلاثه في انهي في الحاله دي؟ تعملي ايه من الثلاثه دول وانت سايقه عجله؟ طيب تاني انا هقول الثلاث اختيارات وانت راكبه العجله. اول حاجه ما تاخديش شنطه معاكي. ولا تلبسي هلمت خوذه في دماغي. ولا ما تكونيش متاخره. ايه اللي لازم اعمله في يعني لازم اعمله وانا سايقه عجله؟ ها ايوه ان انا لازم ابقى لايق لابسه ايه؟ هيلمت. يو ماست وير هيلمت. تعال نشوف الدكتور يحيى. If the doctor thinks you have broken bone. لو الدكتور بعد الشر كده قال ان انت طيب بيقول لك هتعمل ايه لو الدكتور قال ان انت عندك عظمايه مكسوره. السؤال ده ليحيى. You take medicine. تاخد دواء يحيى. ولا يو بلاي لاود ميوزك. ولا تقعد تشغل الموسيقى العاليه كده وتقول ايه الحمد لله دراعي اتكسر. ولا يو هاف ان اكس راي. ولا لازم تعمل اشعه. يبقى يو هاف ان اكس راي. تعال نشوف الدكتوره لورا. فور ا سور ثروت يو كان. يعني لو انت عندك التهاب في الحلق تعمل ايه؟ يو هاف باندج. ولا هاف ا سكان. ولا ايت سام فروت. لو انت عندك احتقان في الحلق تعملي ايه؟ تربطي الرباط حوالين رقبتك كده ولا تعملي سكان ولا تاكلي فاكهه؟ ايت سام فروت. الله ينور. تعالوا نشوف الدكتوره ريماس يا جماعه. يلا يا دكتوره ريماس.
If the doctor gives you medicine, you mustn't. لو الدكتور اداكي دواء يجب ألا إيه. Eat anything, ما تاكليش حاجة. ولا forget to take it, يجب ألا تنسيه. ولا have an operation, ولا تعملي عملية لنفسك. يبقى forget to take it, يجب ألا تنسيه. هات اللي بعده. اللي في النص. تعال نكمل. جاهز؟ الشمس راحت شوية الحمد لله. تعال نكمل بقى. هات البيج اللي بعديها وتعال نكمل. أنا جاهز. Doctors and nurses sometimes wear face masks. يعني الدكاترة والممرضات عادة بيلبسوا ماسك في وشهم. ليه بقى؟ To protect their patients, عشان يحموا المرضى بتوعهم. يعني يا يحيى، يعني ممكن الدكتور ده لا قدر الله ينقل له العدوى مريض او هو ينقل العدوى المريض. هات اللي بعده. If there is an accident, لو في حادثه لا قدر الله, you might need a first aid kit. انت هتحتاج صندوق الاسعافات الاوليه with bandages, وتحتاج كمان رباط او ايه ضمادات. Number 3, if someone has hurt their leg, احنا قلنا if يعني ايه عشان نسيتها. if معناه ايه؟ لو. if معناه ايه؟ لو. يبقى if معناه ايه؟ لو. ايوه كده. يبقى لو شخص جرح دي رجليه يعمل ايه بقى يا يحيى؟ they can use crutches. يبقى لازما ايه؟ لازما يمشي على crutches عكازين to help them walk, عشان يساعدوه ان هو ايه؟ يمشي. هات اللي بعده. You can check the health of your heart with a blood pressure monitor. يعني انت تفحص قلبك ده شغال كويس ولا لا عن طريق جهاز الضغط. عارفه جهاز الضغط اللي بيلفوه حوالين الدراع كده ويقعدوا ينفخوا كده بالونه كده؟ ايوه هو ده. برافو عليك دكتوره يا جماعه. نمبر 5 يا دكتوره رؤى. A doctor or nurse can put a bandages or put bandages on you to help a cut or injury to get better. يعني الدكتور او الممرضه ممكن يلبسوك ضماده او رباط كده علشان الجرح بتاعك او الطعوله بتاعتك دي تبقى كويسه ما تتلوث. Number 6, a doctor listens to your heart and your breathing with a stethoscope. يعني الدكتور بيستمع لقلبك وللتنفس بتاعك عن طريق مين؟ اللي سيسكو اللي هي السماعة. هات اللي بعده. نمبر 7, if someone can't walk after an injury or operation, اللي هيحصل they might use a wheelchair. يعني لو واحد بعد العملية مش قادر يمشي ولا يتحرك يعمل ايه يا مستر؟ يمشي على او يركب اي كرسي متحرك. نمبر 8, a doctor or nurse can put medicine in your body with a syringe. يعني الدكتور او الممرضة بيضع يمكن ان هم يضعوا الدواء في جسمك عن طريق الايه؟ السرنج الحقنه. تمام كده يا مستر. هات البيج اللي بعديها 101. انا جاهز. تعال نشوف الدكتوره ريماس هتقرا تقول لنا ايه يا جماعه. Do you need a syringe to help you walk. هل انت بتحتاج سرنج علشان تساعدك ان هي تمشي ان انت تمشي؟ تعالي نشوف الدكتوره لارا هتقول لنا ايه. كراد كراتشز اختي كرانشز كراتشز. لا انا مش محتاجه سرنج عشان امشي, انا محتاجه ايه؟ عكازين. تعالي نشوف الدكتوره رؤى. Do you need, انا مش سامع حاجه. Do you need a first aid kit? If you have an accident. يعني هل انت محتاج صندوق الاسعافات الاولية لو انت عندك حادثة لا قدر الله؟ تعال نشوف الدكتورة جولي هتقول ايه. Yes, I do. ركزي. تعال نشوف الدكتورة جنة. Do you
بقت بكام الجنة دلوقتي؟ بقت بكام سمن الجنة دلوقتي؟ مش لازم انا اعرف صح؟ حاجة على اسمي. طب يلا مش عارفة. Do you need a face? A face? Make mask. Mask to check the health of your heart. يبقى هل انت محتاجه الكمامه اللي هي الفاس الماسك ده اللي فوق اللي بنلبسه في وشنا علشان نفحص بيه صحه القلب؟ احنا قلنا الاسئله كلها اللي بدون دي معناها هل، عشان كده انا بجاوب عليها بايه؟ بجاوب عليها بمين؟ يس اور نو. تعال نشوف الدكتور يحيى هيقول، الدكتور مؤمن هيقول لنا ايه؟ نو ايه؟ نو بلاد بريشر مونيتور. يبقى لا انا محتاج جهاز ايه؟ جهاز الضغط. تعال نحل يا شباب. هوقف الفيديو لحد كده، لحد ما الشمس تمشي بس، وبعد كده نبدا نكمل. استعد للايه؟ للاكسرسايز.